السلام عليكم ورحمة الله. الزفلون، منذ أيامات سمعنا خبر اعتقال زهاري غبتر، صحفي وأديب جزائري، لما اعتقلوه نهارين 3 أيام وهو في لاكاردا فيو عند الشرطة، ومن بعد سمعنا عليه والو. واش كاين واش كاين؟ بون كاين خويا اللي بعثوني يقول لي راهو داه السونتر. قلت له هذا على بالي، ولكن وين راح بعد 3 أيام يا لاكاردا فيو؟ 48 ساعة وين راح؟ نشوف ولا جريدة تكلمت عليه باستثناء موقع لافونغارد، وتكلمنا عليه عبان مزيان، لكن ما كان والو. في نهاية الأمر سمعنا أنه زهري لبطر تم توقيفه في إطار هاوليك زهري جو سوي تو لي ديتوني دوبينيون. أن زهري لبطر درك نتكلم عليه وعلى حياته ومسيرته وكذا، أنا عرفته مليح مليح، عرفته من قرب، سمعت من بعد انه تم توقيفه في اطار تحقيق حول لانيب بعد ما وقفوا عبد القادر خمري اللي كان حتى هو وزير الشباب والرياضه، وزير تاخرونت ما يعرف والو في السبور، وكنا اصحاب يعني هذه الاخر كنا اصحاب. نروح عنده المكتب نكسرو، نروح نبات عنده في دارو. سمعت حتى واحد النهار كي تنحى من وزاره الشباب والرياضه السيد رحت عنده بت عنده في الدار، بيت لي كامل هو يحوس على جنرالات يقول لك اش ما تعرف كاسكيطه. تبدينا البليس شنو كاسكيطه ديالك كذا، راك مليح خرجت من الحكومه راك مليح من ربي شنو هكذا شنو كان معايا الصباح سخان خطبك على خير من اليوم، ما تعرفي ما نعرفك انت لاصق في كاسكيطة، ريح في كاسكيطة، انا خرجت من كاسكيطة راني حر داير جريدة. وكنت نقول له شو راك وزير لهين، شوف وزير ما عنده حتى وزن داخل الوزارة، ما يقدر ينحي حتى المدير المركزي، ما يقدر ينحي حتى المدير المركزي، ما قدرش يعمل لها جرام. قعد 9 شهور وطبق. راح نهار اللي خرجت من الجيش هو أول واحد خرجت هبط من ميسير لا ديفونس، رحت عنده الوزارة كوزير الشباب والرياضة، قلت له خلاص فريتها راني راني حر. قلت قال لي تجي ما تخدم، ما يعطوش نخدم معاك. قال لي تي برون كابيني. قلت له سافا با، أنا كنحب راني وزير، أنا هذا وين يعرض عليا التوفيق باش يكون وزير، كنحبيت راني وزير. ما قبلتش باش نجي ندير عندك، انا اللي كنت في لانستيسيون لا بلو ستابل، خرجت باش نجي نخدم في الدولة عندك انت. قلت صافا با، باش فهم روحو، قلت انت واش عم بالك خارع في روحك، قلت انت ما تقدرش تعرف باش غدو يقول لك طبق، غدو يقول لك طبق، يا دار ما تبغوش 9 شهور وروح. ومن بعد بوقعة كي جا بوتفليقة دخلها مع بوتفليقة وكذا، من اللي عبد القادر الخميري عمره ما خدم في حياته، جاب بلو ان جي يا جاب من بشار دا من نطلع الجزائر نسى بشار صاب روحو في العداد ديما مع الواقف مع العسكر مع هادي مع هادي خطو يحوس على كاسكيطة ديما جاب بوتفليقة ايا دارو عطانو ديريكتور تاع لانيب دار ديريكتور تاع لانيب تاع منا دونك لزهري لبطل كان مدير نشريات في لانيب في عهده، لانه عرف زهري لبطل في اطار الموفمون دو جوناس تاع بي ان جي وكذا كامل عرفوه في هذاك الاطار. ولما عينه كمدير نشريات يعني هو اهل بهذا المنصب، اهل بهذا المنصب لانه انسان مثقف،
انسان عاقل بالبزاف، شغل الناس الغواط، الناس الغواط كامل نتحيهم نعطيهم تحية كبيرة من هنا بالمناسبة، لأني عرفت فيهم رجال وناس ظراف ولاد فاميلة، ما عرفتش واحد غواطي اللي تسمع منه أعوذ بالله، والله ما عرفت باش كان فيهم اللي ماشي مليح، رسمي كان مليح دوني بارتو، مي ما عرفتش غواطيين اللي تسمع منهم كلمة أعوذ بالله ولا تسيبو دير ولا تقول ناس ما عرفتش، غير الطيب الخو، وغير اللي كيقول لك خويا راهو صح خوك، انا كلمة خويا الناس كاع تقولها، بصح الغواطي اللي قال لك خويا راهو خوك تاع الصح، هذا لا. و الزهري لبطر صورة تبقى صورة أصلية، سمعت الأغواطي مثال الأغواطي، يعني خير الناس من الأغواطي، كان دار سيرفيس ناسيونال ديالو عندي في مجلة الجيش من 18 شهر، إنسان من أروع ما يكون، ولما خرج بقينا أصدقاء وبقينا أصحاب وكذا، يعني إنسان من أروع ما يكون. اليوم لما نسمع باللي يدخلوه في إطار هاد لونكيت على ناب، شو شحال عندها؟ فقد 20 سنة إلى 15 سنة، أنا يجيبوا لي يديهم خضرة من الجنة يقول لك أنا هكذا، ما نصدقهم باللي زهري لبتر دا سنتيم، ماهيش ثقافته السرقة، ماهيش ثقافته الأولى، ثانيا زهري لبتر مترفع على الماديات، إذا عايش برت مافليزاس فودال، مرتو نظن تقري، هو الآخر داير ليسونس في الأدب، خدم في ريبوشا في اللي كان، خدم بعد ما تخرج من خدم في اليونجية في لونيتي قبل تاع اليونجية، ودار سيرفيس اسمها ديالو، بعد راه خدم في ريبوشا في اللي كان، في لابريس وكامل، وهذا إنسان كاتب شاعر، تقول أنت دخلوه، ما نظنش عنده جرام واحد تهمة، ما قدرش تصدقها، أنا ما نقدرش نصدق، أنا بلا تعب باش يدي تورني وباش كذا من آخر، قول ربي إن شاء الله يبين الحق ويطلق سراحه.